اسمي ياسر محمد احمد. بالنسبه للغنم من 180 لحد 220 بتراوح ما بين نوع الخروف. في خروف برقي بيبقى الطرف بتاعه صغير وبيبقى سعره اعلى، وفي خرفان اللي هي البلدي، وفي خرفان اللي هي الصومالي طبعا اللي منتشره في السوق. بالنسبه للعجول البقري تمام بتراوح من بين 160 لحد 180. الجاموسي بالنسبه للجاموسي من 145 لحد 160. شايف ايه؟ هل الاسعار هتزيد بقرب العيد ولا لا؟ والله انا متوقع زي كل سنه ان طبعا الاسعار ممكن قرب العيد، يعني قرب العيد بتزيد. ليه بقى حضرتك؟ لان الناس طبعا حاسه ان في ركود، والناس كلها مفكره ان الجو هينزل عن كده، فلما بيبقى في طلب زياده والعرض قليل فطبعا السعر ده طبيعي بيعلى. طب الاسعار رفعت قد ايه من السنه اللي فاتت؟ يعني من السنه اللي فاتت كان رسمي 160 وكان في استقرار، السنه دي تمام يعني في 20 جنيه، وكان في رمضان اعلى، كان في رمضان طبعا كان يعتبر العجل 200 جنيه كيلو، فطبعا دلوقتي السعر نزل لان طبعا العرض كتير والطلب قليل. طبعا اللي هو الخروف البلدي بيبقى طرفه تقيل شويه فبيرمي معاك ميزان، لو انا بعت ب 190 جنيه هيكسب معايا، لو بعت ب 200 جنيه هيكسب معايا. البرقي طبعا بيبقى طرفه قليل وبيبقى عليه طلب اكتر، فدايما سعره بيزيد حوالي 20 جنيه عن البلدي. كم انواع العجول؟ انواع العجول طبعا هو مع في عجول بلدي وفي اللي هي العجول اللي هي البراون والفريزيان بس طبعا كل عجل بيتراوح ما بين شكل العجل، لان في عجل افضل نوع البلدي لان الكرش بتاعه بيبقى قليل وبيبقى فيه لحم افضل. والله اغلى عجل كان النهارده بيتباع ب 100,000. ده وزنه قد ايه؟ ده وزنه ده حوالي 800 كيلو. 800 كيلو؟ هو ما خدوش ميزان، هو خده بيع وشراء كده، بس انا كنت منظر له حوالي 7.5 8. اغلى خروف اغلى خروف حضرتك بص، وحسب الميزان، ما في خرفان خروف ممكن تلاقي خروف ب 15,000 جنيه وتلاقي خروف ب 8,000 جنيه حسب الوزن بتاعه. طب هل في معيز حجازي هنا في السوق؟ معيز حجازي؟ قليل طبعا بالنسبة للسوق هنا المعيز الحجازي، لأن محدش هيتمنها. عشان سعرها غالي ولا؟ هي لا، عشان هي سعرها غالي، المربي شاريها غالية وما ينفعش إن هو ينزل يبيعها بفلوس قليلة تخسر معاه. أحسن وقت تشتري فيه الأطحية بتاعتك هو فاضل قد إيه على العيد بالظبط؟ حوالي 10 أيام. المفروض إن أنت أفضل وقت تشتري فيه وتحجز فيه من بالظبط لما يكون فاضل على العيد 25 يوم. يعني احنا متأخرين 10 أيام كمان. احنا كده اتأخرنا 10 أيام كمان. بص يا فندم، إزاي تختار الذبيحة بتاعتك؟ المواصفات بتاعتها. دايماً لما تيجي تدور على الذبيحة بتاعتك ما تنقيش الحاجة اللي هي الكرشة، اللي هي كرشها واسع. دي طبعاً بالأخص لو أنت هتاخدها ميزان. ماشي؟ انت تدور على العجل اللي هو المجوف.